بتيح لي ما اي 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 تصوري معايا درك انا تلبي بيا الايام وليت انا يا كان بكي حدا ما كنتشوفه وفتا شي حد بتيح لي ما تصوري معايا درك حنا يبداو يقولوا الفنان مساكن ما عندهمش فين يبيتو ما عندهم ما ياكلو اي 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 ومداو نبكي وتحنا يا فهادشي ديال المواقع التواصل الاجتماعي وتنوض شي صفحة ولا صحافة تعطيني شي شقة ولا تعطيني شي دار او الله العظيم الا مأساة تبكي حدي ما ملي شفت هذاك الفنان وفنان كبير بحال عبد الله خمولي وفي الاخر كيبان كيبكي والله العظيم الا مأساة وتنوض ديك الصحافة ديال شوف تي في تعطيه شقة هي من واحد الجاري مزيان ولكن كتبقى تقول فين هي الدولة؟ علاش الدولة ما مهلياش في الفنان تيطيح في هاد المستوى ويكونوا فنانة معاته وما كيبانو كنبكيو راه مهزالة والله العظيم اللي يشوفونا دول وحدين اخرين يشوفوا الفنان المسكين كيبكي حيت ما عندوش فين يسكن وما عندوش فين يعيش غيبقى فيك الحالة بتي يا حليمة والله العظيم الا شوفنا دول اخرى والله العظيم الا ماشي غطيح من القيمة ديال الدولة ديالنا والله العظيم انا صراحة بقى فيا الحال بقى فيا الحال ملي كتشوف عبد الله خمولي عطى في المسرح تاعيا وعطى في السينما تاعيا وفي التلفزيون وخدم بزاف وفي الاخر يبان تيبكي ما عندوش فين ينعس ما عندوش ولكن عجبني عبد الله خمولي كالراجل قال لك كيشكر المرة ديالته حين ضحات معاه شتي يا حليمة العيالات ملي كيضحوا مع رجالتهم وغيهدي لها ديك الشقة غيعطيها لها بحالك تيا ما عمرك عطيتي لي تا رقة ديال النعناع شتي الناس كي دايرين وخاصك تيا تهلاي فيا باش نقدر نعطيك شي شقة نعطيك هالدار نعطيها لك كارين حق نسيت عاد بالي ديالي دركا ديال القضية اللي كاينة لا والله العظيم الا بقى فيك صراحة والله العظيم الا بقى فيا كتقول فينا يا الوزاره ديال 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 الثقافه وفينك وفينك تا والله العظيم ما مسوقينش لشي فنان في هاد البلاد ولا عارفين القيمه ديالته وما عرفتش وما فهمتش انا هاد الدوله كيفاش غتمشي الا ما كانت عند الفن اويلي يا عباد الله كاينين دول وحدين اخرين اللي بحال مصر مثلا شتي الفن ديالها راه هو اللي هاز الاقتصاد ديال البلاد راه قد ما كانوا مهليين في الفن ومهليين في الفنان راه الاقتصاد ديال البلاد غينتعش وتصور معايا شحال من الفنان كاين في المغرب والفنان مالو كيخدم مع بوحديتو الا خلصو مزيان راه غياكلو عائلتو وغيلبسو مزيان وغيعيشو مزيان وغيخدمو تاني تكنيسيان وغيخدمو مجموعه ديال الناس غادي تخدم غتولي عندك الحركه في البلاد الرواج ولكن هما فين هما ما مسوقينش هما الفنان خليني ساكت حسن ودي كل ما درت اليوتيوب انا يبقى يدير المسرح كوريني نشرد كوريني ناعس حدا المحطة كنطلب شي خبزة ولكن الحمد لله كل شيء زين وصافي انا بقى فيا الحال صراحة والله العظيم الا بقى فيا الحال وقولي لي يا حليمة وندير انا وياك واحد الفكرة مزيانة معنا اصلا عزيز علي البكاء وبكي ونشعلو التليفون والكاميرا ديالتو نخدموها ونجلسو قدام الكاميرا ونبداو نبكيو ونبكي مالكم ما عندناش فين نسكنوا ما عندناش حنا القضيه عندنا مزيره ويشوفونا الناس سيرتو هذوك الناس اللي كاينين في الجاليه المغربيه هذوك الجاليه المغربيه راه كيتهلاو في الناس كيتهلاو في الفقراء والله العظيم الا بنا في شي فيديو كنبكي وخاص كي غتقني معايا البكا شي راه تقنتي البكي مزيان غادي يتهلاو فينا كاين اللي مثلا انا اللي شافك تقنتي البكا مزيان كاين اللي غيصيفط مليون غيصيفط 10 غتبقاي فيه وكاين اللي صيفط لك طوموبيل كاين اللي صيفط لك الدار غا هو اللي صيفط لك الطوموبيل عطاه لي انا لا ديالي الطوموبيل ديال الراجل العيال ما كيسوقوش الطوموبيل في المغرب لا حرام ما مزيانش كتسوق الطوموبيل ونجلس حداك انا غادي يروج لهادي والله يهديك مثلا مازال الدار اللي عطاونا شي دار تكون بسميتي ما تكونش بسميتك تيا ولا متي يجيو خوتك يورثوا فيا انت واقيلا لهبلتي لا خاصك تفكري بعيد واخا ما كاينش الفلوس خاصنا نفكروا بعيد والله العادي وديري واحد القضية نطلبوا نبداو نبكيو ونطلبوا عطيونا الفلوس
شويه عاوتاني نبداو نفتحوا شي فيديو اخر عاوتاني نبداو نقولوا راه حنا شرينا واحد البقعه هيا نوريو ما شي 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 شخلة باننا شرينا بقعه ونبداو نبكي ونقولوا راه خاصنا عاليه اجور وخاصنا التراب والرمله والماء ما تصيفطوش لينا الفلوس حنا ما باغينش الفلوس حنا بغينا غير التراب وصيفطوا لينا التراب والحجر والرمله والياجور هاي صيفطوا لينا في الامانه وصافي ونبداو حنا كنبنيو هادو صافي او في الاخر نقولوا لي مرت حنسرنا راه خاصنا عاوتاني باش نكملوا هاد الدارين ونبداو والله العظيم الا نديرو الفلوس بتي علي ما الناس راه من هادشي دارت شي حنا نبقاو هنا الكرا نخلصوا في الكرا عينا من الكرا ويلي ويلي والمشكله والله العظيم الا كانت عدم ملي كتسيقيني عند مولك راه نخلصو ونجي هيا عارفك انت اللي كتخلصي من جيبك انا ما كنخلص والو ولكن رانا اللي كنعيا رانا اللي كندير الفلوس انت تعرفي غتعطيني ورانا اللي كنتسخرها بتي حليمه الله يهديك واش انا ما بقيتش فيك غادي جاي خيطي بيتي مشي عندو كل مره في الشهر بزاف عليا انا عييت بارك اجي نبداو نطلبو في الفيديوهات يعطيونا الفلوس ويصيفطو لينا يتهلاو فينا راه حنا القضيه عادنا مزيره والله العادي ابتي رحنا ساكتين وصافي ما كنبغوش نبداو نبكيو ونبداو نقولوا لا حنا ما عندناش راه ما كنرضاش راه والله العظيم مرضى انا كنت رضاكم درت اش حالات ولكن راه ما كنرضاش مرضاش نقول بلادي معطيني وجيب ليا كنبغي الناس تفهم راسها نقدر ناخذ ولكن ما نقولش انا ما كنبغيش نقول واش بالك اش نديرو تحنا قناه ونبداو نبكيو ما عندكش مع البكا وعندك مع الضحك تهجري خريامك غتبقى ضحكه خريامك غتبقى ضحكه يا المسخوطه عندي مع الضحك تي حنا دركا في وسط الضحك حنا في الضحك حنا راه الزمان غيضحك علينا الزمان غادي يضحك علينا في الاخر وتي تقول لي انا عزيز ديال الضحك نبقاو نضحكوا حنا العام اللي جاي انا كنضحكوا ملي يجي مولك راش نقولوا ليه كنضحكوا ملي يجي مول ما نقولوا ليه يضحكوا ملي يجيو الدراري وندخلوا المدرسه نقولوا مول المدرسه حنا كنضحكوا ما كاينش دراري ايوا صافي تهنين ايوا نبقاو نضحكوا حنا راه غنهجروا كثار ما حنا هاجرينو خليني من الضحك راه وقت البكاء تعالي يبكي معايا زيد يبكي معايا مشى الخير اخوتي راني والله ما عدل من ناكلو انا وحليمه الغادية عدل مزيرة وشوفوا الدموع رانا كنبكي واش انا ما بقيتش فيكم الحساب البنكي ديالي دايا صيفطوا لينا شي مليون ولا جوج صيفطوا لينا واحد 5 مليون صيفطوا لينا 20 مليون اصاحبي الخطيره مزيره والله العظيم ما لاقيين باش ناكلوا وشتي هاد العيد الحب راه والله ما عندي باش نشري حليمه كادو واش تبغون نتخاصم مع مراتي عاونونا جي معايا البكا يا كابتن يا حليم اشتي تراني واعر في البكا ما بغيتيش تجي معايا حيت لاجي تتشين ديجي كتبكي حق مول انا غادي نتعاطفوا معك الناس حيت الناس كيتعاطفوا مع العيالات وزيد يلا تتعاطف تيجي لينا وهاديك